يعطيكم العافية. يعني أنا بس اللي بدي أقوله، دولتنا مش شايفة لا السوق السوداء ولا شايفة أي شيء، شايفة مواطن لبناني عم يبيع قهوة هون على الكورنيش مثل ما أنتم شايفين. تجي الدولة بتلاحقنا من زاوية لزاوية، ممنوع نحن نشتغل. طيب أنا إنسان عندي بي مقعد بالبيت، بي ما بيقدر يمشي، وعندي مشكلة صحية ما بتخليني أشتغل أي شغل، شو الواحد بيعمل بهاي البلد؟ بكون إيانا نقتل، بكون إيانا نسرق، بكون إيانا نشتغل سوق سوداء؟ ما رح نشتغل إلا بلقمة الحلال. يعني بس اللي بدي أفهمه من معالي وزير الداخلية، من المحافظ، من رئيس البلدية، شو من ضايق نحن إذا أنا جيت بعد فنجان قهوة على هالكورنيش؟ أنا ما عندي مصدر دخل، ما عندي شيء بحياتي أعمله إلا على الشغل على هالكورنيش، بيع فنجان قهوة لعيش حالي وعيش عائلتي. بيجوا القوى الأمنية كل شوي بيمنعونا وبيلاحقونا وكأنه نحن مجرمين، كأنه عم نبيع بنزين سوق سوداء وعم نبيع مازوت سوق سوداء، مش عم نبيع قهوة لنعيش. بس هيدا الفيديو باسم الرأي العام اللبناني كله، هيدا شيء أنا بحطه عنكم. إذا حدا بيقبل على حاله يموت من الجوع ويموتوا أهله من الجوع قدام عيونه، بيقبل بهيدي الحالة. بس يعطيكم العافية.